باسم بورقعة إمام مسجد أبو موسى الأشعري بزعرورة. نحن اليوم في مناسبة عظيمة، مناسبة دينية، مناسبة نسميها المولد النبوي الشريف، ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. لنا أعراف نحتفل فيها، نحتفل من خلالها بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأعراف نوظف الآيات التي نحافظ بها على أنفسنا في الاحتفالات وفي كل الاحتفالات، ونخص بالذكر الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. هذه رسالة للأطفال الصغار الذين يظهرون الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بالمفرقعات، والمفرقعات التي تنشر الرعب وتثير الأمراض وغير ذلك من الإيذاء. ربما يكون هذه المفرقعات ربما يأتي من خلالها يحترق البيت، وربما كذلك الاحتفال في البيوت إشعال الشموع مثلا، إشعال الشموع ما نخليوش الأطفال الصغار، ونقولوا للأطفال الصغار ما تشعلوش انتم الشموع. لماذا؟ لأنه كيشعل الشمعة، طفل صغير يشعل الشمعة وربما يحطها في مكان فيه قش وفيه ملابس وفيه كذا، يحترق ذوب الشمعة هذيك وتسقط على اللباس هذاك ويحترق البيت. فهذه الاحتفالات تولي من احتفال إلى حزن، ومن المفروض نحن في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظهر الفرح والسرور، ولا نتوجه إلى الأشياء التي نظهر من خلالها الحزن والعياذ بالله. فكذلك الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بقراءة المدائح النبوية، كذلك بسماع السيرة النبوية، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذه ويكون لنا قدوة لنا، كما قال المولى سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.